أنا مش أول مرة بشارك بتحكيم بالمنطقة العربية وحتى بالمنطقة بأوروبا يعني. صارت لي دعوة وأنا كنت سعيدة أني شارك أو أرجع زور الدار البيضاء مرة تانية. أنا سبق وشاركت مع المخرج نبيل عيوش بفيلم Whatever Lola Wants وصورنا بالدار البيضاء، فأنا قعدت حوالي 4 شهور وكانت يعني في نوستالجيا أني بس رجعت لهون ورجعت شوف الأماكن يعني اللي صورنا فيها، فحالي كتير حلوة يعني. أنا مع الجرأة بالطرح، أنا ما قلت الجرأة يعني مش دايما بس نقول جريء يعني دغري في جرأة بالملابس أو شيء مش محتشم، لا، الجرأة بطرح المواضيع. مرات طرح الموضوع بيبقى أجرأ وأقوى من أنك تشوفي وحدة عم تقلع هدومة يعني. لكل جمهور لسات تي في بتمنين السنة حلوة وسنة ميل ورخاء وحب وأمل وسلام. شكرا كارمن لبوس.